ها هي نتاج أعمالهم قد أينعت وحان قطافها. وقال المتفوقون في شهادة ثانوية دورة عام 2018: نحن لها. زغاريد وصيحات عن الفرح قد عبرت بعد إصرار وجهد كبير. يدخل هؤلاء ضمن قائمة المتفوقين في النسخة 11. فمناسبة الاحتفاء بهذه الكوكبة قد شرفتها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى جانب حضور مشرف من أعضاء الحكومة وممثلي الشعب وسلك الدبلوماسي والفاعلين الاقتصاديين. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار قال إن هذه المناسبة قد أصبحت تقليدا وطنيا لتكريم المتفوقين وتحفيز أبناء الوطن ومستقبله، شاكرا المعلمين والتربويين على جهودهم ومثابرتهم في تكوين هذا الجيل، كما واصل شكره لسيدة البلاد الأولى على رعايتها وتشجيعها للشباب والعمل على ترقيتهم. كما أشار أودينغار إلى الزيارة المتفاجئة لرئيس الجمهورية إلى المركز الوطني للمسابقات، والتي ترك فيها طابعا جميلا للعاملين هناك، وتحديده لحوجة البلاد للتخصصات العلمية التي لم ترتقي بعد إلى سد الفجوة التي تطمح إليها البلاد في تحقيق التنمية. ودعا الوزير الشباب للتعبئة وإزالة العقبات التي تعيق تنمية البلاد. سيدة البلاد الأولى وراعية الحفل هند ديبي إتنو قالت إن هذا الحشد الكبير ما هو إلا تكريما وتشريفا للمتفوقين في شهادة ثانوية، والذين سيكونون في المستقبل القريب قيادات لامعة وكوادر نشطة في تنمية هذا البلد. وأعقبت سيدة البلاد الأولى أن تنمية البلاد وازدهارها يتطلب تكثيف الجهود وترشيد التعليم التشادي نحو التخصصات العلمية وإعطائها طابعا خاصا واهتماما بالغا لصنع جيل يعبر بهذا البلد إلى بر الأمان. لحظة الحسم وقطاف الثمار وصيحات الابتهاج والفرح تملأ قاعة قصر 15 من يناير. هذا وقد شوهد أيضا الاعتلاء اللافت لمجموعة كبيرة من الفتيات في منصة التفوق، الأمر الذي جعل الشركاء يقدمون العديد من المنح، مفضلين من بينها أصحاب التخصصات العلمية والعنصر النسائي. أما اللافت في هذه المناسبة الحضور المميز من ذوي الإعاقة الذين تحدوا الصعاب ووضعوا بصمتهم رافعين شعارا لا لليأس، شعار وقفت القاعة إجلالا واحتراما له. أي مسنا نرمو ونسوى حفلة ونكرموا إيالنا اللي قباب من البنات ومن الأولاد، وأسنا لمينا هني وجينا نقول لهم شكرا لإيالنا ولبناتنا اللي قباب، وده جهود هنا الأبهات، جود هنا الانسيان، جود هنا المينسترات، وجود هنا البارتنير القاعدين هنا اليوم شجعتونا. وانا دايرة نقول لإيالي النوريا الباب ده كان نادم نجيترا ما خلاص تقول انا كملت القراية، لا، الباب ده ذهاب بفت عليك مجال، بفت عليك باب عشان تمشي قدام. وندور من الإيال الهسة بيقول لوريا اليوم نمتوم 107 إيال نمتوم بري. أنا بشخصتي أمو نقول لكم إيالي الدرب ده ذهب فتحنا والدرب ده طويل، وندور تقول لنا لوريا حياتكم كله تقول زايدة وقسم نتشادة تودو قدام، لأن النادم كان اليوم كرماك وشرفاك والدولة تمام شرفتك، انت كل لازم لك ان ريتور تقدم شيء لو كان رمز كل بلدك، ما تقول نادم انجرا، ما تقول نادم يقول شنو حسود، لان الدوله كرمتك الناس كله كرموك وانت امباك تقول دار ده سبب. السنه في بكالوريا في تشاد كافا عندنا ناس سيري سيانتيفيك اقل من 1000 يعني، وكلام ده ما صحيح، الكلام ده ما صحيح،
الإيال وإيالنا ومع الأنسانية تقوموا بكامل هليكم هميتكم والإيال ده توجهون في سيري سيانتفيك. أنا في تشاد ما إلا دايرين يا ناس أنا دروا ولا ناس أنا سيري ديرير نو نزور سيانتفيك لأن المستقبل ده مستقبل أنا تشاد ده كان ندورو بلا ما سيانتفيك ما يقع دو نترو منكم أنتو الأنسانية ونترو من إتابلسيمان بيبليك كون بريفي خليه بريفليجي لا سيانس. الحمد لله وبفضله لقد علوت اليوم أمام جميع الطلاب وأتيت في المرتبة الأولى بمعدل 17.36 فأنا فخور بذلك وشعوري تجاه هذا الدرجة لا يمكن أن يصف بهذا اللسان فقط بل يصفه جميع العربفون في تشاد خاصة وجميع البيانيين وجميع كذلك طلاب ثانوية الملك فيصل لا أنساهم جميعا بالشكر الخالص. إحساس جميل وفرحة كبيرة لا توصف لا تقدر بأي شيء ولا يسعني غير أن أشكر جميع من وقف بجانبي في دراستي وفي توجيهي وكل الأسرة والمدرسة التي ساعدتني لوصول هذا النجاح وأشكر سيدة البلاد الأولى.